بعد أن ضمن الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بتعادل في الرمق الأخير أمام المريخ في أم درمان بهدفين لكل فريق، رفع رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الثاني في الترتيب خلف المتصدر سيمبا التنزاني. أصبح من اللازم على كبير أندية مصر وإفريقيا الفوز في لقاء الجولة 6 أمام سيمبا بطل تنزانيا ومفاجأة دوري الأبطال حتى الآن، من أجل إظهار الوجه القوي لحامل اللقب وأكثر أندية القارة السمراء تتويجاً بالبطولة، كما أن جماهير القلعة الحمراء لا ترضى سوى بحصد الألقاب والميداليات في أي معترك محلي أو قاري، وأكبر دليل فوز المارد الأحمر بذهبية دوري أبطال إفريقيا 2020 والجمع بين بطولتي الدوري والكأس في نفس العام، كما حقق رفاق الحارس محمد الشناوي برونزية كأس العالم للأندية بعد أن تخطوا عقبة بالميراس البرازيلي حامل لقب كأس ليبرتادوريس. مشوار الأهلي حول طريق التأهل للدور ربع النهائي بدأ بفوز خارج الديار على سونيديب بطل النيجر بهدف المالي أليو ديانج، أعقبه فوز عريض برباعية في القاهرة. ومع إعلان قرعة دور المجموعات جاء الأهلي في مجموعة ضمت سيمبا وفيتا كلاب والمريخ، ومن خلال 5 جولات جمع النسر الأحمر 8 نقاط من انتصارين على كل من المريخ في القاهرة بثلاثية أفشا وكهربا وولتر بواليا، وعلى فيتا كلاب في كينشاسا بنفس النتيجة عن طريق محمد شريف وأفشا وطاهر محمد طاهر، كما تعادل إيجابيا في مناسبتين أمام فيتا كلاب في القاهرة بهدفين لكل فريق عن طريق محمد شريف ومروان محسن، وبنفس النتيجة مع المريخ في أم درمان سجلهما بدر بانون وياسر إبراهيم. لقاء الأهلي الأخير أمام سيمبا يتطلع خلاله للفوز بكل تأكيد من أجل دخول معركة الدور ربع نهائي بمعنويات مرتفعة، حيث ينتظر رفاق المدرب بيتسو موسيماني مواجهات قوية أمام سان داونز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي أو متصدر المجموعة الرابعة سواء كان الترجي التونسي أو مولودية الجزائر. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. طبعا الأهلي هيختتم إن شاء الله مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الجاي إن شاء الله بلقائه مع سيمبا التنزاني، وبعد كده يعود مرة أخرى للمنافسات المحلية سواء بقى كأس مصر أو مسابقة الدوري العام. كيفية إدارة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات، بمعنى مين يلعب إمتى وشمعنا، إلى جانب طبعا تفاصيل تانية كتير فنية هنتكلم فيها دلوقتي حالا مع ضيفنا العزيز كابتن عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل، منورنا كالعادة. أهلا بيك. منور أنت، منور ومنورين، وأنا سعيد أنا موجود معاك. شرفنا. صباح الخير يا كابتن وغيبة، كنت معانا من شهور، يعني غيبة طويلة. لا منورنا، وعشان نتكلم في اللي جاي لازم نتكلم في آخر حاجة وقفنا عندها، ومعلش نفهم وجهة نظر حضرتك. أنا بتابعك على فكرة في الاستوديو التحليلي، بس معانا برضو عايزة أعرف وجهة نظرك فيما يختص بأداء الأهلي تحديدا في المباراة الأخيرة، وهل كده حتى لو مش هنخش في فنيات كتيرة، هل كده في أمور مبشرة القادم يكون أفضل وتدارك كمان فيه للأخطاء؟ مش عايزين نروح حته مبشره او مش مبشره، لان الفتره دي فتره مش سهله، فتره صعبه، بالذات لما بتوصل لاعلى حاجه للقمه في الاداء وفي البطولات، واصعب حاجه ان انت ان المدير الفني او ان الاداره تجدد الدوافع عند الفريق. فريق خارج حاز على بطوله افريقيا، دخل ماتشات كتير، لعب كاس عالم انديه، ف بيلعب في مستوى مختلف انا بلعب فيه دلوقتي. فان احنا نرجع تاني تودي للعيب او تدي للعيب دافع انه يلعب تاني على بطوله تانيه، في بطوله جديده، في بطوله كاس سوبر كمان شهر. فالجيل ده برده مظلوم في حاجات، ان الجمهور بيبقى ليه دور كبير جدا جوه الماتشات داخل المباراه. الدور ده ما بيقدرش يديه المدرب، بمعنى ان في وقت من الاوقات اللعيبه بعد بيحصلها حاله تشبع. هو البطولات مش كتير قوي عشان يحصل تشبع في الفترة صغيرة، لان احنا كنا قعدنا فترة طويلة في توقف كبير، ولكن برضو الجيل ده صعب، يعني عنده صعوبة شوية في ان الجيل اللي فات كان طول الوقت الجمهور وراه في الملعب بيسنده بيدعمه، فدي برضو نقطة يعني شوية فيها صعوبة على الجيل ده. ولكن مش عايزين نروح لحتة ان هو في مشكلة كبيرة، لكن لا طبعا اداء مش احسن حاجة، ولكن مهم ان احنا ان الحاجات دي بانت دلوقتي، ما بانتش
في مباريات مؤثره. اعتقد المباراه دي ممكن يبقى فيها تفويقه شويه لان اللعيبه تحاول ترجع تركيزها تاني. النقطه كويسه دي فعلا ان هي تظهر دلوقتي، فده كويس دلوقتي، ده كويس جدا وده عادي جدا لان البطوله اللي فاتت برده جالنا جيف وفي وقت كده الفريق حصل له دروب شويه، وده كل الفرق العالم بتعدي بكده، كل الفرق الكبيره بتعدي بده. في ناس كتير يعني وقفت عند فكره ان يعني حضرتك بتقول ان كويس انها حصلت دلوقتي مش في وقت لاحق، في ناس عندها يعني تحفظات على انها حصلت اصلا، يعني تحديدا بعد حصول النادي الاهلي على المركز الثالث في كاس العالم للانديه، كتير جدا من الناس كانت معتقده ان احنا هنخوض المنافسات الافريقيه واحنا سايبين ايدينا، لا احنا عملنا الاصعب. فدي وجهه نظر خاطئه يعني طبعا. المفروض ان لكل مقام مقال في كل حاجه في الدنيا. بص شوف هناخد مثال بالفرق الكبيره اللي في اوروبا زي مثلا ليفربول او ريال مدريد او برشلونه، الفرق او السيتي مان سيتي، الفرق دي بتوصل برده للتوب فورم بتاعها، بس هو الفرق بيننا وبينهم ان هم بياخدوا وقت اطول. هو ممكن ياخد سنتين يلعب في التوب فورم بتاعته سنتين ويعني فتره اطول مننا شويه. احنا الامور يعني ده طبيعي جدا، ليفربول عدى بده، وان ليفربول دلوقتي السادس او سابع الدوري الانجليزي بيعدي بده حاليا فعلا، كان بطل اوروبا الموسم اللي قبل اللي فات، الموسم اللي فات جاله دروب شويه مع ان هم نفس اللعيبه، ولكن الامور صعبه انك تفضل محافظ على نفس الاهداف بتاعتك ونفس الاداء بتاعك فتره طويله. فعندنا في يعني في الدول العربيه او الدول الافريقيه العقليه مختلفه شويه، بتحافظ على الفورمه بتاعتك ولكن بتيجي في وقت غصب عنك، دي سنه الحياه، هو ده طبيعي. فاللي احنا اللي موجود ده شيء طبيعي، ولكن انك تتعامل معاه ازاي هو المشكله، انه يحصل، لان المشكله انك تتعامل معاه ازاي. انت دلوقتي لازم يبقى في دوافع جديده، لازم يكون في لعيب دم جديد من اللعيبه تدخل تديك مردود احسن. ده ما يقللش من اللعيبه اللي كانت موجوده اللي كانت بتلعب فتره فاتت، ولكن هي ممكن يكون حصل له تشبع ودي حاجه، دي حاجه طبيعيه. هو احنا ربنا خلقنا كده، بتوصل للتوب فورم فطبيعي مش تقدر تحافظ عليه فتره طويله، بتنزل تاني عشان تعمل استعاده الشفة بتاعتك وبعد كده تطلع تاني. استعاده الشفة دي ممكن اشتغل بيها ازاي؟ بالتدوير، ان انا في لعيبه جديد تدخل تديك مردود مختلف، ان هو عايز يبدا يدخل في السباق تاني مع اللعيب اللي بيلعب، ما يبقاش اللعيب هو طول الوقت هو بيلعب وانا بحاول اجدد له الدوافع، الامور تبقى صعبه شويه، لازم ابعده شويه عشان يبقى في اشتياق شويه لان هو عايز يرجع تاني. وانا شايف ان النادي الاهلي عنده فريق كامل يقدر اي حد تحط اي حد موجود في الملعب تبقى موجود في الملعب يقدر يؤدي بشكل كويس. فهي دي نقطه مهمه لازم كلنا بنتفرج عليها بمنظور الجمهور، وده طبيعي ان النادي الاهلي هو اتحط في المكانه دي. مش هتعرف لو بتلعب طبعًا. شطرنج لا انت عايز تكسب طبعا، بس طبعًا. وعايز تأدي كويس كمان. طب تكرار الخطه مثلا هل ده بيؤثر؟ لان كان معنا كابتن صديق وكان بيقول ان تكرار الخطه بيدي للخصم او المدير الفني للخصم فكره انت هتلعب ازاي خلاص، فبتبقى الكروت يعني محروقه. هل بتتفق مع النظريه دي، خصوصا ان احنا لو هنقارن بالدوري اللي فات او السابق يعني الموسم اللي فات احنا كنا بنلعب تقريبا مؤخرا ب 4-2-3-1 وكنا بنكسب كذا مباراه ورا بعض حتى لو المدير الفني للخصم كان عارف يعني الخطه بتاعتنا؟ بس دي اسمها طريقه مش خطه. تمام. الطريقه حاجه والخطه حاجه ثانيه. بمعنى الطريقه هي 4-2-3-1، الخطه ايه؟ الخطه انا ممكن العب 4-2-3-1 بشكل دفاعي، ممكن بمهام بالزبط. مختلفه بالزبط. يعني هي نفس، خدي بالك مش عندك في ناس كتير في المجال بتاعنا مش قادر يفرق بين الطريقه والخطه. الطريقه دي ثابته 4-2-3-1 4-4-2 بمسمياتها بمشتقاتها، ولكن الخطه ان انا المباراه دي هقدرها ازاي، ممكن تختلف من شوط لشوط اصلا يعني ممكن شفناها من 10 دقايق ل 10 دقايق دي شفناها ممكن فعلا. في مدربين تبني خطه ربع ساعه وبعد الربع ساعه بيبدا يلعب، يعني مثلا بيلعب اسلوب مثلا بيلعب ضغط عالي بعد كده بيرجع يراجع نص ملعب تاني شويه. فالطريقه واحده ولكن الخطه او الخطه او المعطيات اللي موجوده عندي اللعيبه، يعني ممكن يكون عندي لعيب بلعب 4-2-3-1 باثنين اجنحه صراع ليهم طريقه ليهم خطه مفهوم، وبلعب 4-2-3-1 باثنين منهم لعيب الكره بيدخلوا لجوه دي خطه ثانيه. فهو التنوع مهم، ولكن كل فرق العالم بتحافظ على طريقتها الاربعه ايا كان ايه هي، ولكن الواجبات جوه الملعب هي اللي بتختلف، وده دور المدرب. لان كل النهارده لما كل واحد فينا هيلعب مباراه مش هنلعب نفس الطريقه مش نفس الخطه مع بعض. انا عايز اهاجم في المباراه دي، عايز ادافع في المباراه اللي جايه، عايز اهاجم من القلب من العمق، عايز اهاجم على الاطراف. هي دي ده التنوع، وده دلوقتي في دور محلل اداء. كل فرقه عندها محلل اداء على اعلى مستوى، والنادي الاهلي عنده 2 محللين اداء، فكل بيجي لك كل حاجه قبل المباراه وتعرف تشتغل على الخصم، ولكن الطريقه بتبقى ثابته
الخطه هي اللي بتتغير كل مباراه، انا هشتغل ازاي. تمام، ليه بنلاقي ان في لعيبه معينه ولعيبه يعني مهاريه وموهوبه ولعيبه يعني خامتها زي الفل، بس تحسهم بيتالقوا محليا اكتر بكتير ما بيتالقوا افريقيا او العكس؟ دي بتكون بناء على ايه؟ هل ليها علاقه بقوه الخصم؟ هل ليها علاقه بان انت بتلعب مدارس كرويه مختلفه؟ يعني المرجعيه ايه في الحاله دي؟ دي اجزاء، ده جزء مهم، ان ممكن يكون انا ممكن ابقى متالق قدام خصم، ممكن اقابل خصم اقوى شويه مستواه يقل، ولكن دي برضو ليها علاقه بالاستمراريه. هنرجع تاني، انا كل حاجه هديك مثال ليها. 2005 2004 كان بدايه دخول البركات وابو تريكه في منتخب مصر. كان عندنا مباريات، كان عندنا مباراه اعتقد مع كوت ديفوار في استاد اسكندريه وخسرنا 2-0، وكان ابو تريكه وبركات بيلعبوا المباراه دي، ومصر كلها طلعت انتقدتهم ان هم لا يصلحوا للعب الدولي. ولعيبه كتير جدا، امثله كتيره جدا، نجوم كبار في بدايتهم كان عندهم انتقادات كبيره ان هو لا يصلح للعب الدولي. اللعب الدولي مختلف، بمعنى ان انا ممكن ابقى لعيب، انا لعيب في النادي اديت مردود بقالي 3 4 سنين بلعب، فخلاص بقى عندي خبرات الحته دي، بقى عندي خبرات المكان. لما اروح منتخب لازم برضو يبقى عندي خبرات المنتخب. اللعيبه هم ليه اللعيبه بيوصل لما بيوصل ل 100 مباراه دوليه بيبقى مختلف خالص على اللي عنده 50، بيبقى مختلف على اللي عنده مباراتين. فالاستمراريه جزء مهم جدا، وده اللي طول الوقت الناس بتنادي بيه في لعيبه المنتخبات، انه لازم يثبت قوام فتره طويله، لان اللعيبه دي بتاخد خبرات. فهو في البدايه على حسب نوعيه اللعيب، ممكن لعيب فجاه يعني ممكن يلعب مباراتين ويبقى احسن حاجه، بس الطبيعي ده بيبقى حاجه مش طبيعيه. لكن الطبيعي انه يبقى محتاج وقت اطول، انه يلعب ماتشات كتير، هو الخبرات الدوليه دي بتيجي يعني يستوي بالزبط. يعني يبقى عنده نضج في المكان ده. لكن ما ينفعش ان انا اقارن طول الوقت لعيب النادي بان هو يروح منتخب ما بيقديش في منتخب. لا، هو لعب قد ايه في المنتخب؟ كل الناس لعب. محمد صلاح اول ما راح منتخب لعب امتى؟ اخذ وقت ودخل بالتدريج لغايه ما بقى نجم الفريق وبقى نجم مصر كلها، ولكن في البدايه هو كان موجود، هو كان ترس في منظومه فيها ابو تريكه وفيها وائل جمعه وفيها ناس كتير جدا، وبركات، وليد سليمان، ناس كتير، طارق حق، ناس كتير. لكن هو بقى مع الوقت بقى محمد صلاح. ولكن ما ينفعش، سؤالك مهم جدا، لان في ناس كتير جدا بتقع في الحته دي، ان ممكن انا اقعد يعني ابدا احكم على لعيب ماشي كويس جدا في ناديه ولكن ما عندوش خبره المنتخب. طيب انا عايزه اتكلم عن الاداء الهجومي. احنا بنتكلم شويه او البعض في اراء كتيره، انا بتابع استوديوهات تحليليه كتيره جدا وبرامج، بعض النقاد الرياضيين بيتكلموا ان ربما يكون الاهلي ما عندوش الاداء الهجومي المطلوب او المعتاد اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ربما هناك عدم توفيق في اختيار الفرود المناسب. يعني خليني اعرف برضو وجهه نظرك ايه يا كابتن عادل عند الحته دي بالذات، عند المهاجم يعني. هو مهاجم النادي الاهلي لازم يكون ليه مواصفات، ولازم يكون في عندي في كل مكان في ناس متنوعين، بمعنى ان انا ما ينفعش يبقى عندي لعيب المكان فيه لعيبه كلهم سراع، لازم اجيب لعيب سريع، لازم اجيب لعيب مهاري، بالذات الانديه الكبيره. الانديه الكبيره عنده رقم واحد ورقم رقم واحد في كل حته، رقم واحد ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ممكن يكونوا متنوعين، ما ينفعش الاثنين، بالذات الاجنحه، الحته اللي حضرتك بتتكلمي على الجزء الهجومي، بالذات الجزء الهجومي ما ينفعش يبقى كلهم شبه بعض، لازم يكون في تنوع. لازم يكون في حد عنده مهاره، لازم يكون في حد اسرع شويه عنده سرعه، لازم يكون في حد بيلعب على الجول كويس، هم كلهم بيلعبوا على الجول كويس ولكن بنسب متفاوته. موافق جدا في اختيار راس الحربه. انا شايف ان احنا لسه برده ما توفقناش ان احنا نختار الراس حربه المناسب للنادي الاهلي يقعد فترات طويله. احنا برده ولا محمد شريف حاليا يعني؟ لا، محمد شريف اساسا مش راس حربه. محمد شريف اساسا لعيب جناح وتوظف راس حربه، الفتره الاخيره هو بيأدي كده. هو بيأدي واجبات راس الحربه بشكل كويس، ولكن جدا بصراحه، لكن لازم يكون في تنوع. النهارده محمد شريف هو عنده سرعات، لعيب سرعات كويس وبيعرف يشتغل في مساحات كويس، لكن طب لما اللعب يقفل في حاجه، في لازم يكون في تنوع. في لعيبه كتير في افريقيا وبالذات المنتخبات، شوف المنتخبات الجزائر المغرب، هتلاقي اللعيبه اللي موجوده راسات الحربه مختلفين. ما ينفعش يبقى الفرقه كلها عندها سرعات، الا اذا انا عندي روتيشن، بعمل روتيشن بين لعيبتي ان انا اشتغل على ده. لكن لا، النادي الاهلي برده محتاج كواليتي معينه في مركز راس الحربه. ده اعتقد برده ليه علاقه بالنواحي الماديه، لان راس عشان تجيب راس حربه كبير لازم تدفع له كتير. طيب ما تيجي بقى نتكلم شويه على ماتش سيمبا اللي جاي وتوقعاتك ليه، وكمان تفصيله زي مثلا عوده كهربا، جاهزيه وليد سليمان،
للمشاركة في لقاء سيمبا اللي جاي. فأنت شايف الماتش اللي جاي ده يعني هيبقى عامل إزاي؟ هو المباراة الجاية مباراة برضو مش هتبقى سهلة، لأن اللعيبة هتبقى مركزة، يعني في تركيز عالي جدا إن هم يخرجوا نفسهم برا الصورة اللي حطوا نفسهم فيها من بعد مباراة المريخ، ودي حاجة إيجابية. ودخول لعيبة جديد بدم جديد زي كهربا وزي وليد وممكن طاهر ممكن حسين الشحات، يعني في لعيبة ما بدأتش المباراة اللي فاتت أو ممكن أعمل بيهم تدوير جيد في المباراة اللي جاية. طيب هم كمان عطشانين للتهديف وان هم يعملوا اداء حلو. هو ده لما اللعيب بيبعد شويه او انت بتبعده بشكل مش بمزاجه مش بمزاجه، بيبقى عنده اشتياق اكتر وبقى عنده رغبته بتزيد ان هو يبقى عايز يبقى يدي بشكل كويس. فدي اعتقد موجوده عند معظم اللعيبه اللي موجوده، ان حسين بقى له شويه بعد طبعا، وكهربا بعد برده نفس الشيء، محمد طاهر برده نفس الشيء، وليد كان بعيد في الاصابه، بعيد قعد فتره بعيد عشان كان مصاب وعودته انا شايف ان عودته برده عوده مهمه جدا. المباراه اللي فاتت مباراه المريخ جزء كبير جدا من تحول اللقاء وجود وليد سليمان في الملعب كان خبرات كبير جدا. فانا شايفه بيشع طاقه كده يعني بيعدي كل اللي حواليه. طبعا طبعا يعني. وليد لعيب عنده روح ودي نقطه مهمه جدا، ونادرا لما تلاقي لعيب عنده روح عاليه ويكون كورته كويسه ويكون حريف ويكون بيعرف ينقل فرقته بشكل هجومي بشكل كويس، ودي من النوادر. خلي بالك يعني ممكن تلاقي لعيب قوي جدا وروحه، بس لعيب ممكن تلاقي لعيب ديفندر، ممكن تلاقي لعيب باك، لكن انك تلاقي لعيب عنده الاثنين المواصفات دي، انه يبقى روحه كويسه وان هو كورته كويسه، كمان زياده على ده ان هو بقى عنده كم خبرات، بقى عنده آليه وهو موجود في ملعب بأقل الامكانيات يقدر يوديك المرمى بأقل الامكانيات يخلق لك فرصه. في لعيبه هو ده بقى كم الخبرات، هو بقى عنده كم خبرات كبير جدا، بقى طبعا. عارف ان هو لما يوصل المنطقه دي هو عارف هيحط الكره فين وهتعمل مشكله حتى لو ما جاتش جول، وانت بيشكل خطر على بيشكل خطوره طبعا. وانت جوه المباراه اوقات كتير جدا بتبقى محتاج تعمل خطوره عشان تنقل فرقتك للنص ملعب الخصم، تبقى انت ليك الافضليه في الملعب. وليد سليمان اعتقد اللعيب الوحيد اللي من الجيل اللي فات اللي لسه موجود في الملعب، ريحه الكوره والحرفانه موجوده، فاعتقد برده هيبقى اضافه كبيره. محتاجين مباراه سيمبا برده نستغلها في التدوير بين اللعيبه، في لعيبه مش هقول مجهده ولكن اللعيبه ممكن تكون مش في احسن حاله ليها، مش اجهاد بدني، ممكن تكون اجهاد ذهني، لان هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بطوله افريقيا، كاس عالم انديه، بعد كده ترجع تلعب مباراه ضعيفه في الدوري، بعد كده تلعب في افريقيا، فالامور دي بتعمل تشتت. فانا شايف برضو ان احنا محتاجين يعمل يبقى في تدوير في الفرقه بشكل محدود يساعدنا برضو الفتره اللي جايه، المباريات اللي هي في خلال شهر رمضان في 8 او 9 مباريات متتاليه، فده مهم جدا يعني. طيب انا هروح معاك لنقطه برضو كذا حد كان بيتحدث فيها، بيقولوا ان الضغط اللي موجود او الاجواء اللي موجوده وفكره برضو الماتشات اللي ورا بعض دي مش فقط على فريق بعين، هي على الكل. فهل بتشوف ان احنا اصلا ان احنا نقول عشان الضغط عشان الاجواء، هل ده وارد؟ مقبول؟ هل ده مقبول يعني؟ مقبول، لان بصراحه لان الاهداف مختلفه. طبيعي ان كل فرق الدوري، كل فريق في العالم عنده، احنا لما جينا ذكرنا امثله بمين؟ ريال مدريد وبرشلونه وليفربول. ليه؟ لان الناس دي بتنافس على دوري انجليزي او دوري اسباني، بينافس على بطوله، على دوري ابطال، عنده مع المنتخب بيلعب احسن حاجه، كل الفرق فهو طول الوقت داخل في منافسه، غير الفريق اللي هو في وسط الجدول او مركز ثاني او مركز ثالث او هو عايز يدخل مربع ذهبي. الاهداف مختلفه، فطول الوقت الضغط بيبقى مختلف تماما. انا مباراه ممكن النهارده العب النادي الاهلي، لو بيلعب يعني بيلعب ماتش ودي الناس طول الوقت مستنيه الاهلي يكسب، فدي برده ده جزء من الضغوط طبعا. ولازم ما نغفلوش، ما ينفعش نغفله. فلا، الفرق الكبيره اللي هي القدر يعني حتم عليها ان هي تكسب كل الماتشات، لا، مهم جدا ان هو نبقى عارفين ان هو هيجي له وقت يحصل له دروب، هيجي في وقت اداؤه يعني يتغير، لان هو عايز اكسب، فالمكسب ده برده بيعمل مجهود مضاعف طبعا. فلا، فحته ان الناس لازم تبقى فاهمه ان هيجي في وقت يحصل دروب، كويس ان وانا بقى لما يحصل لي دروب اكسب، اعرف اكسب. حلو. برضو عوده مره ثانيه للناس اللي راجعه، سواء يعني بعد فتره توقف نتيجه اصابه او نتيجه اي اسباب ثانيه، حد زي ناصر ماهر مثلا، محمد محمود، علي معلول. يعني علي معلول بالمناسبه من الناس اللي برضو ايه الماتش اللي يغيب فيه لا تحس ان انت ناقصك حاجه. لا، حاجات مش كده برضو؟ لا، طب ليه نحس بالنقص ده نتيجه غياب لاعب واحد بس؟ تمام،
مع كل الاحترام ليه على فكره علي معلول ده معشوق الاهلاويه كلهم، انا مش بتكلم عنه، بتكلم على المبدا نفسه. ليه واحنا عندنا فريق قوامه محترم وكل لعيب فيه وكل اسم فيه على حده يعني يقدر يؤدي وجدير بانه يلبس تيشيرت النادي الاهلي، ليه لما بيغيب واحد بنحس بغيابه؟ ده طبيعي برضو، يعني عندك لعيب قيمه علي معلول او ايا كان اللعيب اللي حضرتك بتتكلم عليه ان هو لما يغيب الفرقه تتاثر، لا اي لعيب في اي فرقه مع كبيرة. كل الناس على فكره مع وليد سليمان مع حسين الشحات في وقت من الاوقات، شوف انت ذكرت كام اسم. اه طب فتخيل بقى كلهم مش موجودين، يعني نوعيه اللعيبه دي كلها في وقت واحد مش موجوده، فبالتالي انت هتحس بفرق. صحيح. ما يقللش من قيمه الناس الثانيه، ولكن هي دي الكوره. الكوره فيها ناس مش عايز اقول مكمله، وفي ناس اعمده رئيسيه هتعتمد عليها لا محاله، وهي طريقه ادائها جوه الملعب بتجبرك ان هو ده العنصر المهم. يعني علي معلول عنصر مهم جدا جدا جدا، هو صانع، انا بالنسبه لي صانع اللعب الاساسي في النادي الاهلي قبل قفشه وقبل اي حد لعب رقم 10 في المكان في النادي الاهلي. لا هو عنصر مهم جدا لان هو بيأدي دور كبير جدا هجومي، بيأدي مفتاح لعب مهم جدا في تحضير في بناء الهجمات في الخروج بالكوره. فلا علي معلول عنصر مهم جدا. العناصر حضرتك برضو ذكرتها لو موجوده في الملعب وبتأدي بشكل كويس، يعني وليد لما رجع بيلعب 10 دقايق بيأدي بشكل كويس، ولكن فرق السن برضو بين الاثنين، وليد ما يقدرش ياخد الماتشات كلها ورا بعض، دي سنه الحياه. لعيب زي ناصر ماهر، ناصر ماهر اعتقد لو جاله يعني الفتره اللي فاتت كان عنده نضج كروي ان هو خرج في خروجه لسموحه وبيرجع تاني وخرج مره تانيه ورجع تاني، عمل له نضج كروي، ولكن هو لسه ما اخدش المباريات جوه نادي الاهلي. يبقى عنده ده زي السؤال اللي حضرتك سالته من شويه، هو ليه لعيب المنتخب ولعيب النادي بيأدي كويس؟ زي برضو لعيب الاهلي، ممكن لعيب في النادي الاهلي ما يأديش بشكل كويس، بس ممكن يخرج يلعب مع نادي تاني بيأدي بشكل كويس جدا، بس في الاهلي لسه ما وصلش لان هو ما اخدش كم الخبرات جوه النادي الاهلي، هو محتاج ياخد ماتشات كتير. عشان حضرتك بتتكلم عن بواليا بقى، بتكلم عن بواليا؟ بواليا برضو يعني كلام حضرتك ينطبق لان بواليا الفتره اللي لعب فيها كان محمد شريف ماشي كويس جدا، كنت انا كان عندي حد ماشي كويس، كنت لازم بواليا يدخل بشكل تدريجي عشان ما يحرقوش، بالذات كمان ان انا في نادي اللعيب اللي انا جايبه ده ايه قيمته؟ لما انا اروح اجيب لعيب من منتخب المغرب بيلعب في منتخب المغرب او منتخب الجزائر او عنده كم خبرات كبيره واجيبه، ده مش بحرقه، ده لازم استخدمه لان هو اوريدي بيتحمل الضغوط وهو اوريدي عنده كم خبرات عاليه. لكن لعيب زي بواليا مش تقليل منه، لكن هو كان بيلعب في نادي متوسط في الدوري المصري ولعب قوي في الدوري المصري، ولكن ما عندوش خبره المكان في النادي الاهلي، فده معناه ان انا لازم يدخل بشكل تدريجي، لازم اقدمه للناس بشكل تدريجي عشان ما يبقاش كارت محروق عند حد باداء هو الناس منتظره منه احسن حاجه. فاعتقد بواليا كمان هيدخل بشكل تدريجي، وده رجع يعني شاف الفتره اللي فاتت رجعت كده ان هو بدا ينزل. انت مش حاسس ان بواليا يعني جدير بالتامل؟ يعني الكيس بتاعته، احنا بنتكلم على لعيب مهاري، بنتكلم على لعيب منتشر في كل مكان كمان. تحركاته زي الفل، البوزيشننج بتاعه في اغلب الاوقات في اماكن مظبوطه جدا، قوي بدنيا، سرعه، يعني عنده كل المقادير. طب الطبخه ناقصها ايه؟ فاينل تاتش، فاهم قصدي؟ ايه اللي ناقصه؟ تقديمك للناس. انا ممكن اكون امكانياتي كويسه، ولكن طريقه تقديمي للناس مش مناسبه ليا او محتاجه وقت، وده طبيعي. انا شايف برضو ان الكيس بتاع بواليا طبيعيه جدا لان هياخد وقت. في لعيبه كتير يعني فلافيو اخد سنه كامله عشان الناس تقبله، عشان الناس يبقى مقبول عند الناس. صح. فلافيو بقى من الهدافين التاريخيين النادي الاهلي ومن احسن الناس. طب وفلافيو قعد سيزون كامل ما يهدفش، ما يسجلش. صحيح. بواليا الامور مختلفه شويه ونوعيه اللعيبه مختلفه، ولكن محتاج برضو وقت، ده شيء طبيعي جدا، محتاج وقت انه يظهر بشكل جيد. يعني على كل حال الفقره للاسف خلصت. هتتفرج على الماتش الجاي امتى؟ فين قصدي؟ النادي ولا في الاستوديو؟ انت هتحلله في النص ان شاء الله. نورتنا يا كابتن عادل، ربنا يخليك، شكرا ليك، شرفتنا، وكل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك كلهم بخير يا رب. وحضرتك طيب، اتفضل يا فندم. لا والله لا والله ما تيجي، لو ان الناس تاكل وش. اتفضل. هنروح فاصل وهنرجع عشان زي ما كنت بقول لحضراتكم فقره السوشيال ميديا، وكنا تاني اخر مره بقى هفكركم ايه اكتر فرحه او ايه اكتر حاجه فرحتكم مع الاهلي، ايه المشهد اللي فاكرينه، ايه اللحظه، ايه اللقطه، ايه المباراه، ابعتوا لنا وهنعرضها دلوقتي مع حضراتكم في اخر فقره معانا. فاصل سريع ونرجع.